خلاف حوغان ايا كده احتاجن هجاميها جبهه مقالده الله صعان ومستر فردي يا عبد الرزاق خليفه احمد مستر خليفه ايا دون ايا مدحوين كحيين كمامور قبليت كبدلان انو نقضوه او ديغامدا سي اي كدعدو دورشده مامولكاسي تاني ايا اه بلنقاتك وقوين اي او هايستي ما داما او كتشا دير وعضي قدوميه قولها وكيلاد اي سومالي لان فرديه او بياه هستو دلوان ونكسو بحي ايا دون ايا ينسي اهادو هقاميها جبهة داسيسي او اوغه روچاني سياسة ديد مقالة دا مقدشو اي حارون تا ودن كسوماليا لما بغب قبل ياش حلفة دا باريق الصول ايا انا حقيقة دو اي خورتا الله ايان اي مقالة دا الله اسعان ودنقون كارين ما ملقم دا حبنام سومالي لان إنك استوى آن ودبدا أصوب حين كلا شك إيه يسفهمي وياه أي أنا حري يجب هدا مقالة الله سعان وديه جميع ياشي قرأت شامع قرأت عليه وها شخص جي حاجة يجي صد هالكني كتاجن أي إسقونا كتيرة قعن تعودن كي توبية تاني لو حاي موجنا إسا إسكهوري ما شها سياسة ها يد معي ده كلا دوان وقت كان حاضر كأدي بدا أصوب حي خليفو إساقونا ودن كتوركيغا كوحان ليبان سيدا ورباهين تحقوقها لا أي هوري او باهيسي أيا وحا او دمعي سويهي إنو نقضو مدحوين كوحيغين كا مامول قبليت كبدلان تاسي او شرطيوه إيو شروطا عدا كولا قلاي ديگا مدى او كسو جيدو إحي صد الله سعانو دبدا كرحيحايي مركي او كتيغايي قدوميها قولها وكيلا دايا سومالي لان بلان قاديادي او فلنتو دو اي تاغان تاهي حدا ايا شرديادا كوحولان وحا كوكا اه مقالاد الله اسعان او ديو باريغا صول ان اي كامد نقضان مامول قباليد كبدلان ايو ان اي كاد عدوه دورشادا مامول قاسيه اي قف ايو عدكا اه حديبا اي صورة قشو مدحوين الداني او مدوين كيو قدن بيسي آن لارق ميرو جهان اي عريب ديگاي ايا داه دبدي سكوضا سياسات قرصون تاسي او كدونا ايو قبلة السول يسناك اني قعنتي ساسي فضود كسو قلان عبد الرزا خليف احمد ايانا اه سلام مده او سيفول ايو باريق السول سي ايو قرد عدو دورشادا مامروكاس دينا عاكالي فرديو او اهو قاميه جبهة دا مقالة الله اسعان ووضي اي نبتقليه دا جيس كا افريكا هاليستاكوا ايا وحا او دونا ايا چاقادة تان انو كوه روچان السياسة ديت او مقالة دا مقدشو وقت كان حادر كا او كدي ديو xulufada bariga sool ayay u cadahay magaalo kaliye inaanay noqon karin maamul goboleed si toos ah u hoostaga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana xalaar arintaas iska taagay mowqifkiisana hore u cadeeyay marar badanna waxa uu ku celceliyay laascaanood inay Soomaaliland kamid tahay loona daba fariisanayo xulufada tan bariga sool iyo huwantana wadada kaliye u banaani ay tahay inay wada hadal la sameeyaan oo ka heshiiyaan aragtiyah ay ku kala duwan yihiin iyo waxa ay doonayaan sida ay Soomaaliland gudaheeda suurtagal uga yihiin damacyo iskhilaafsan ayaana ku midaysnaa magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool inay Soomaaliland uu la diriraa waxa la gaareysay markii ay Soomaaliland sugeysay oo ay iska horiman lahaayeen danaha iskhilaafsan ee xulufada bariga Sool waxana ku ka Cabdirisaa Khaliif Ahmed iyo Mustar Firdiye oo si rasmi ah khilaafkood uu faraha uga baxay